السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض حالات النفروباثولوجي. وصلت معكم للحالة رقم 20، وهي الحالة الرقم الأخيرة بالسلسلة اللي عرضتها. ممكن نتوقف هلأ عن عرض الحالات، ولاحقا لو لقيت حالات مميزة ممكن أفردها بمحاضرات مخصوصة بشكل مستقل. هدول المجموعة كان كلهم بملف واحد من ملفات الـ ASN 2011 نفساب. نبدأ بعرض الحالة. عندي مريض كوكيجن أبيض، عمره 36 سنة، ما عنده قصة مرضية سابقة. خلال استشفاء، لأنه كان صار عنده موتور فيكل أكسيدنت، صار عنده حادث سير من 4 سنوات، خلال بقائه بالمشفى انكشف أنه في عنده مايكروسكوبيك هيماتوريا. بفحص البول كان في كريات دم حمراء، هذا الشيء من 4 سنين موجود. من 4 سنوات لحد هلا الويلة الدموية مستمرة عنده، مجهرية طبعا ما بيشوفها بالفحص البول فقط، وما عنده ما صار ما عنده ولا حادثة لجروس هيماتوريا او يعني بيلة دموية عيانية. ما في عنده ألم بالخاصرتين مثلا. نعمل له تقييم للطريق البولي السفلي. لاحظوا ذكروا محاضرة الهيماتوريا انه ممكن تبدأ مع طبيب الكلية وتنتهي بطبيب البولية، او بالعكس تبدأ بطبيب البولية وما يلاقي شيء فيحوله لطبيب الكلية. فهون المريض ما عمله تقييم عن طبيب البولية، عمل له تقييم للور يورينري تراكت مشان هيماتوريا، نعمل له اليورين كلتشر، سيستوسكوبي، السي تي سكان للابدومين، كان كله طبيعي ما في اورام او حصيات اللي هي اشهر اسباب مثلا، او الشيء اللي لازم الواحد يفكر فيه بشكل سريع غير الاسباب الاقل شهرة. فحص البول السابق او حديث، ما عنده بروتينوريا، ما عنده بروتين بالبول، في عنده الكريات الحمراء 10 ل 12 كرية حمراء بالساحة بالهاي باور فيلد، وما في عنده اسطوانات، فقط بيلة دموية مجهرية. الكرياتين عنده مستقر، ما عم يتغير، 0.8 طبيعي، هو مريض شاب، ما في عنده سوابق ارتفاع ضغط، ما عنده سكري، ما عنده قصة عائلية لأمراض كلوية. بالنسبة للتحاليل المصلية نعمل له الـ ANA نيجاتيف، الأنكا كان نيجاتيف، الأنتي ستريبتولايزين O كان نيجاتيف، والكومبليمنت C3 والـ C4 كمان كلاهما كان طبيعيين. بالنسبة لخزعة الكلية نعملت مع أساس إنه في عندي بيرزستنت أسيمتوماتيك هيماتوريا أو مايكرو هيماتوريا، فقررنا نعمل خزعة كلية لنشوف شو صاير مع المريض. فهذا هو السلايد الأول، نعطيكم 5 ثواني تأخذوا ملاحظاتكم. السلايد الثاني، السلايد الثالث المجهر الإلكتروني، والسلايد الرابع كمان مجهر الكتروني، سلايد خامس. فما هو افضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو البرت سيندروم؟ هل هو اي جي اي نفروباثي؟ هل هو الثين بيزمنت ميمبرين نفروباثي اللي هو اعتلال الكلية اعتلال الغشاء القاعدي الرقيق، او اصابة الغشاء الاعتلال الكلية بإصابة غشاء القاعدة الرقيق، أظنه هيك، أو متلازمة غشاء القاعدة الرقيق ربما يكون أفضل ترجمة لإلها. هل الخزعة الكلوية سليمة ما عندي أي مشكلة، أو في عندي الـ FSGS بس ما كان السامبل إجت بمكان الغلط. تتذكر بمحاضرة الـ FSGS إنه إذا أنت أخذت الخزعة من مكان الخطأ بتشخص المريض على إنه مينيمال تشينج، هو بيكون FSGS حقيقة، بس لازم تعيد الخزعة مشان تطلع معك، لأنه الـ FSGS إصابة فوكال ما هي ديفيوز، يعني بعض الكبة بيكون مصابة والبعض الثاني ما بيكون مصاب. فكروا بالإجابة الأفضل بين الخمس احتمالات، وننتقل إن شاء الله للجواب ونقاش الحالة. نبدأ بقراءة السلايدات. هذا السلايد الأول، الملون المستخدم هو الـ PAS. لاحظوا إنه الكابيلاري كلها مفتوحة، ماني شايف في شيء بروليفريشن داخل الكابيلاري. الميزانجوم ما في توسع بالميزانجوم طبيعي. البيزمنت ميمبرين ثين ديليكيت، مثله مثل البيزمنت ميمبرين تبع التيوبيولز، وبالتالي بقرأ هذه الكبة على انها سليمة، ماني شايف في اي شيء ابنورمال. هذا خلال كلوي، لاحظوا هي الانابيب باك، بيسموها المنظر باك تو باك، يعني لزق بعضها، فما في ما في ما في اذيه بالانابيب وما في اذيه بالخلال، ما في تليف حقيقه. فكمان انا بقراها انه خلال سليم، ما في افته، ما في انترستيشال فايبروسيس
او تيوبولر اتروفي ما موجودين، فهذا كمان خلال طبيعي. البيزمنت ممبرين حقيقة ربما الشيء المميز في اول شيء هذا هو الغشاء القاعدي. لاحظوا الفوت بروسيس يعني حقيقة ربما ما كتير واضحة لكم بس موجودة ما فيها مشكلة. الغشاء القاعدي رقيق حقيقة، هذا هي الشيء المميز بهذا المتلازمة. القياس الطبيعي للغشاء القاعدي بالنانوميتر بيعطوك القياس هون، طبعا هون ما حطوا القياس مقصود. لاحظ خلينا نشوف كل المجهر الالكتروني بعدين بتلاحظوا لحالكم. كمان الغشاء القاعدي هون رقيق نفس الشيء، طبعا القياس لازم يحسبوه لحتى يعطيكم اياه. الفود بروسيس ربما هون في شويه افيس حقيقه، انا ماني متاكد من هذا الكلام، بس عموما الغشاء القاعدي ما فيه معقدات مناعيه وما فيه وما في لاميليشن، ما في منظر اللاميليشن اللي شفتوه بالمحاضره السابقه اذا تتذكروا ب الالبرت سيندروم. فهون ترقق الغشاء القاعدي قياسه هون مثلا 200 نانومتر، القياس الطبيعي بده يكون حوالي 325 بالنسبه للاناث على الاقل و375 بالنسبه للذكور نانومتر. هون حوالي 200 نانومتر، فهي متلازمه الغشاء القاعدي الرقيق. فالقراءة الرسمية انه عم نقول الديليكيت الغشاء القاعدي طبيعي، ما في تسمك، ما في معقدات مناعية مثلا. التيبولو انترستيشال كومبارمنت الخلال كان طبيعي سليم، ما في اذية انابيب، ما في تليف بالخلال. الامينوفلوريسنس كان نيجاتيف، ما شوفونا الصور. بالنسبه للمجهر الالكتروني في ديفيوز ثينينج، في ترقق بالغشاء على كامل الغشاء، وكان عم يعطينا القياس 210 165 ل 210 نانومتر. هذا الشيء مو طبيعي لنا، الطبيعي 325 عند الاناث و375 عند الذكور. ما كان في تسمك. الثينينج لحاله بالمناسبه ما بيشخص هذا المرض، لازم انفيل البرت. فكيف بدي انفيل البرت؟ ما في ثيكنينج، ما في لاميليشن. هلا هون عم يحكوا شويه انه في افيسمنت، مثل ما قلنا انه في شويه افيسمنت حقيقه، في شويه اذيه للبودوسايت، بس هذا ما بيغير التشخيص. فلحتى انفي البرت لازم ما يكون في ثيكنينج للغشاء، ما في تسمك، وهي رقم واحد ما شفناها. ما في اللاميليشن اللي هي التصفح او تشكل صفائح ضمن الغشاء، ما شفناها. ولازم انا اعمل ستيننج للكولاجين 4 سب يونتس اللي هن 1 و 3 و 5، انعملوا ثلاثه وكانوا كلهم موجودين نورمال باترن. لو كان واحدة منهم غايبة فهو مرحلة مبكرة للألبرت. ألبرت بالمراحل المبكرة بيظهر كأنه الثيم بيزمنت ممبرين ديزيز، بيكون بس في عندك ترقق بالغشاء القاعدي ولسه ما بدأت الأذية اللي هي اللاميليشن والثيكنينج. هذا الشيء بنشوفه بالأطفال الصغار مثلا بعمر 10 سنين أو تقريبا هيك شيء ببدايات، لما المرض ما بيكون متقدم. مثلا مريضنا كان عمره 36 سنة، الله يكفي إنه يكون ألبرت، وأثبتنا هذا الشيء بإنه عملنا السبيونس تبع الكولاجين 4. التشخيص النهائي هو الثيم بيزمنت ممبرين نيفروباثي. قلنا انه الـ FSGS صعب انه يعني، ما هو FSGS صراحة، ما شفنا سكليروسيس، التشخيص التفريقي له، بقية الحالات كلهم كانوا بعيدين عن مرضنا. ما ارجع للسلايد تبع التشخيص التفريقي. التشخيص التفريقي الاهم للثيم بيزمنت ممبرين مثل ما حكينا انه ميزه عن البرت، وعن البرت المراحل المبكرة لالبرت باني اعمل الصبينة السبع الكولاجين 4. بتشكركم على المتابعة، إن شاء الله رب تكون أعجبتكم المحاضرة. إن شاء الله في محاضرة قادمة بيحكي فيها بشوي بتوسع بالآلية الإمراضية لألبرت، إذا الشيء اللي بنعرفه على الأقل الإمراضية والوراثية. لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب، إن شاء الله بنتابع بالمحاضرة القادمة.